هو المعاناه معاناه معاناه. يبدلوا هذا الدومين ما يبقاوش يديروا هذا الدومين اللي كيعاني يمشي بحال حنا في الدومين ديالنا والله. السلام عليكم عند عز داداس الاخوان ديال لسات تي في والاخت ديالنا مستقبل. المهم يلا كملت مسلسل هذا ديال الام بي سي سميتو ولاد المرسى. كنا وقفنا في الكونفينمون دوزنا واحد المرحله عصيبه والحمد لله رجعنا وكملناه وهذا الشيء اللي كاين. وجيت اليوم نحضر لهذا ليفينمون. تعجبوني شويه ولاد الشعب اللي كيخدموا يدمروا على راسهم كيديروا دي بروجي بحال هكا. رمضانيا ان شاء الله كاين جوج ديال الاعمال. واحد ما غنقولوش لان هذه واحد الدخله لواحد المسلسل كان ديجا دار. غنكون معاهم ان شاء الله باذن الله. وكاين مسلسل غادي يكون في رمضان وكاين هذا اللي غيكون في الام بي سي ان شاء الله. بالنسبه لجائحه كورونا، جائحه كورونا هي جائحه عالميه، كل شيء تضرب فيها على الكبير لا الصغير لا الفقير لا الغني. من طبيعه الحال القطاع ديالنا حنايا حتى هو تضرب بزاف رغم انه هو اصلا مضرور وزادت هذه الجائحه وركت عليه. لان حنا اصلا كان عندنا كانت عندنا جائحه ديما كانت عندنا جائحه في الميدان ديالنا حنا الفني كفنانه. تقريبا واحد المده هذه ما اشتغلت الا في هذا الشهر اللي فات خدمت في واحد المسلسل ديال شركه جود نيوكوم من انتاج احمد بوعروه والتاليف ديالو والاخراج جميله بورجي. مسلسل زويون سميتو سالف العذراء، فيه واحد مجموعه ديال الفنانه. يلا كملناه وغادي يدوز ان شاء الله في التلفزيون عما قريب وقيلا الشهر الجاي. دابا راه كاين 18. بالنسبه للمسرح عندي 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 خمسه ديال المسرحيات خدام فيهم باش كنشتغل في العام، لان ما يمكنش تشتغل بمسرحيه وحده. مشى هذاك الزمان ديال المسرح الحي ومسرح الحاج الجام وعبد الجبار الوزير الله يرحمه وبلقاص الله يرحمه. مشى ديك الفتره اللي كنا كنشتغلوا خمسة العروض في السيمانة، أربعة العروض في السيمانة. دابا ولينا كنديروا عرض شهر ونص، عرض شهرين. إذا ما مسلككش أنك تلعب تلعب مسرحية وحدة مع فرقة وحدة، خاصك تلعب مع أربعة الفراقي ولا خمسة الفراقي باش يلاه توازي أنك المعدل ديال كذا العروض في الشهر ولا جوج ولا جوج عروض في الشهر. ففي المسرح كاين. بالنسبة للتلفزيون راه خبرت مدة هذه من الناس الحومة، عاود من بعد الناس الحومه شي خمس سنين اشتغلت في دنيا دواره مع 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 ديسكونيكتي حتى لدابا مع جود نيوكوم في هذا العمل هذا. وكنتمنى ما يبقاش هذا الاقصاء للفنانه المغاربه، خاص كل واحد يتحط في بلاصتو ولا كل واحد يخدم شي شويه، ما بقاوش يشوفوا وجوه ديما هي اللي كتشتغل. احنا ماشي كنحسدوهم وانما تكون مناصفه في التوزيع ديال الادوار. الاولى دابا اللي دار البوز، دابا اللي دار البوز يقدر يعطيو البطوله. بحال دابا مثلا نعطيك مثال، يقدروا يستغناو على عاجل وفلان، على نور الدين بيكر، جواد الساح، على الخياري، يقدروا يستغناو على اي واحد، على محمد خوي. شي واحد مثلا غير يخرج الزنقه ويتعرى ويلبس ليكوش ديال الدراري الصغار ويضرب جريه في الشارع يصوروه 5 مليون يعيطوا عليه يعطوا البطوله. يقدروا يعطوا كاع رئيس الحكومه. ما عرفت والله ما عرفت اختي دخت، اذا بالك شي اذا بالك انت شي حاجه قولها لينا. والله ما عرفت قطاع كله كولا ما عرفتش قلنا واك عباد الله تعيينه وفي الاخر ما واش تيقي بيا قلت لك والله ما عرفت. ولينا كنوجهوا امرنا لسيدي ربي الله عز وجل. احنا خدمنا اعطينا بزاف، درنا جولات في المغرب كله. الوقيته اللي ما كانوش المسارح كان عاديو الشباب، لعبنا مع العسكر، كنمشيو للبلايص اللي فيهم الدق ديال الحرب، الناس باركه في ديورها ساكته وحنا كنمشيو نلعبوا للعسكر وكيلاقيو الرموكات العسكر وكنلعبوا فوق الرموك باش نشطوا هذوك العسكر اللي كاينين في الحدود. كنا كنمشيو للصحراء، نمشيو للجنوب، نمشيو دمرنا. ولكن دابا ملي ولات الفلوس ما كناش نخدموا. ما كنتهضرش انا هذه المساله هذه، ما زعما كانني لا ما كنسعاش لي انا، صافي اللي عطى الله عطاه. كنشوف انايا الحمد لله الوليدات كيكبروا، حنا انا غادي دقه بشويه. انا كنتاسف لهذا الجيل اللي عزيز عليه هذا الميدان وباغي يدخل ليه. بحال قلتي كنكونوا لعابه بزاف ديال كره القدم وحنا يلاه عندنا فرقه ولا جوج، فهمتيني؟ شي اخر كله غيتشومر والزحام غيولي الزحام، هادشي هو اللي كنشوف. اما حنا اللي عطى الله عطاه.